مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في تغطية مباشرة وجديدة على شاشة النيل الأخبار. نتناول من خلالها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة. في هذه التغطية نبدأ بالترحيب بالسيد الدكتور أحمد الشحات، خبير الأمن الإقليمي والدولي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فندم. أهلا وسهلا مشاهدين. نتابع مع حضرتك وكل السادة المشاهدين مجموعة من الأخبار والتطورات. قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، قال إن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جانبه قال قيادي كبير من حركة حماس إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ليست كبيرة وتشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. نتابع تفاصيل من خلال هذا التقرير. كما الحرب كر وفر، بات التفاوض كذلك بين حماس وإسرائيل ملعبا للمراوغة لتحقيق أكبر المكاسب، خاصة من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول إطالة أمد الحرب لأغراض داخلية تؤمن مستقبله السياسي. قيادي كبير من حركة حماس قال إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة ليست كبيرة وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. القيادي في حماس أضاف أن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أحد التعديلات التي طلبتها الحركة تشمل إضافة عبارة إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود. إلى ذلك أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن بلاده تعمل على جسر الفجوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق قريبا، مؤكدا أنه يتعين على العالم تشجيع حماس على قبول الاقتراح وتجنب الجمود. من جانبه ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بعض اقتراحات حماس غير قابلة للتنفيذ، لكنه أضاف أن الوسطاء عازمون على سد الفجوات. حماس لا تستطيع تقرير مستقبل المنطقة ولن يسمح لها. سنطرح خلال الأسابيع المقبلة مقترحات اليوم التالي للحرب في غزة. الحلول التي تم التوصل إليها مستدامة وليست مؤقتة. الاتفاق المطروح في المفاوضات شبه مطابق لما طرحته حماس في 6 مايو الماضي. ورغم أن بلينكين قال إن إسرائيل قبلت المقترح، إلا أن تل أبيب لم تعلن ذلك، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل لن تلزم نفسها بإنهاء حملتها العسكرية قبل القضاء على حماس بالكامل. ويحاول الوسطاء منذ أشهر التوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة الذين يفوق عددهم 100، أملا في نزع فتيل الصراع لأسباب منها تجنب توسع نطاقه لحرب أوسع في الشرق الأوسط. أيضا تتزايد المخاوف الدولية والإقليمية من اتساع رقعة الصراع والحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني لتتحول إلى حرب شاملة، في ظل تزايد التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوما بعد آخر من خلال تبادل القصف العنيف والمكثف من الجانبين، ردا على اغتيال إسرائيل في الأيام الماضية للقيادي في حزب الله اللبناني طالب عبد الله. وفي إطار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس بايدن تشعر بقلق كبير من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل والحزب في الأيام الأخيرة سوف يتدهور وقد يصل إلى حرب شاملة واسعة النطاق. حول هذا التصعيد وتداعياته نبدأ حوارنا عن السيناريوهات المتوقعة والمحتملة في الأيام المقبلة مع الدكتور أحمد الشحات، خبير الأمن الإقليمي. دكتور أحمد، أولا بالنسبة للجبهة الفلسطينية في قطاع غزة، كيف تفسر حالة التناقض الواضحة في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي إزاء مسألة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؟ اولا يعني دعنا نتفق في البدايه ان الجوله الثامنه لبلينكين هي جوله مختلفه عن الجولات السابقه، لانها تعقب او يعني هي جاءت لفرصه اخيره لنجاح وترقيع
المبادرة التي قام بها الرئيس بايدن الأخيرة، فكونها هي مبادرة أو مقترح أو مبادئ أو قواعد أساسية كما يقولون من بايدن، فهناك رعاية لهذه الفكرة ومحاولة إنجاحها بشكل أو بآخر في المقام الأول لتكون يعني تكون قيمة مضافة في الأجواء الانتخابية الحالية، يتم تسويقها لزيادة رصيده خلال الانتخابات وزيادة نسب التأييد الكبيرة، يحاول أن يحقق إنجازا على الأرض بشكل كبير، وهذا يعني مفروض بشكل كبير ويؤثر في الأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت يعني يستهدف من هذا التحرك استقطاب الأصوات أيضا من الولايات الأمريكية اللي لها أغلبية مسلمة بشكل واسع. في نفس الوقت يعني يخاطب الجهات الإباك والمنظمات اليهودية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سيليفان، زي ما حضرتك قلت في تخبط في التصريحات، فكان في وهو يخاطبهم بالأمس كان يؤكد على تبني الولايات المتحدة الأمريكية كل الرؤى الإسرائيلية وعدم إنهاء القتال إلا بإنهاء حماس، وليس هناك مستقبل لحماس في المنطقة، فيروج لأفكار إسرائيل بشكل مباشر لكسب التأييد اليهودي الذي يتبنى جزء أكبر من الحملة الانتخابية لبايدن أو يسعى بايدن لهذا الموضوع. في نفس الوقت بلينكين ببعض الصياغات الدبلوماسية يحاول استقطاب الدول الوسيطة للضغط على حماس للوصول للرواية أو الرؤى الإسرائيلية، ولكن في أساس الموضوع هناك عدم ثقة بالغ من المجتمع الغربي والدول الوسيطة وحماس في المقام الأول بأن إسرائيل قادرة على استئناف الحرب في حتى وإن أنهت يعني كافة مراحل التفاوض حتى، وهذا هو بصيص الأمل الوحيد. فكرة سعي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر لأهدافها الاستراتيجية وتهدئة الجبهات الأخرى وتهدئة استهداف مصالحها الاستراتيجية في المنطقة والبحر الأحمر وخلافه والأجواء الانتخابية كما ذكرنا ومصلحة إسرائيل للحصول أو حرق الكارت الرئيسي الذي يعني تمسكه أو تملكه حماس بإنهاء فكرة الأسرى، بعد ذلك سيناريوهات من الممكن أن يعني تستحدث إسرائيل الفكرة أو تعيد تاني استهداف حماس بشكل أوسع. يعني ينضم إلينا أيضا لمزيد من الإيضاح والمناقشة سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا من بيروت. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد. نريد من حضرتك رؤية للموقف الراهن على الجبهة الشمالية بين لبنان وإسرائيل، كيف ترى هذه التطورات العسكرية الأخيرة والحرب المتصاعدة وخاصة استهداف حزب الله اللبناني لعدد من الأهداف الإسرائيلية وإطلاق عدد كبير من الصواريخ؟ هل كل هذا في رأيك يعني يعمل على تخفيف العبء على الجبهة الجنوبية الفلسطينية في قطاع غزة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون مؤثرا في هذه المرحلة من الحرب؟ لا طبعا، إذا بس قياس هذه المسألة فقط بمساندة غزة، نعم هي تحتجز أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية في الشمال، وخصوصا أن الشمال يحتوي على 4 فرق عسكرية، هم الفرقة 36 و 91 و 210 و 319، نعم 4 فرق مهمة جدا في الجيش الإسرائيلي، ولم يأخذوا منها إلا سوى لواءين باتجاه الجنوب، أي باتجاه قطاع غزة، هو اللواء 7 المدرع ولواء جولاني، واللواء جولاني اليوم هو مختفي فعلا من الساحة القتالية إن كان في الجنوب أو في الشمال. يعني ممكن أن يكون قد صرح جزء كبير منه وهو لم يعد قائما. تثبيت هذه القوة في الشمال، نعم هي مساندة لغزة، وهي حسمت بعض الكثير من التفاصيل بعدم الهجومات المكثفة في غزة، وكذلك
عندما كان يريد أن يحشد الجيش الإسرائيلي باتجاه رفح ولم يأخذ من الشمال أي جندي، بل هو انسحب من الكثير من النقاط المهمة في الشمال الغزي شمال القطاع لكي يحشد داخل جنوب القطاع وخصوصا على محور فيلادلفيا. هذا من ناحية سيناريو، من ناحية هل هذا كان مفيدا أم غير مفيد بالنسبة لمساندة غزة. أما فيما يحصل اليوم في الجنوب اللبناني، هناك مسألة ليس فقط المسألة تخص فقط غزة، إنما العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية اليوم في لبنان هي رادعة للجيش الإسرائيلي. أنك يا جيش أيها الجيش الإسرائيلي العظيم الذي كنت لا تقهر، نحن بإمكاننا أن نوقف أي هجوم باتجاه لبنان، وأنت غير قادر على ممارسة كافة الأعمال القتالية التي كنت تمارسها على الأراضي اللبنانية سابقا، وخصوصا بعد استعمال المقاومة الإسلامية في لبنان المضاد للطائرات من نوع صقر 358، وهذا المضاد هو قادر على تحطيم الجناح الجوي المهم في الجيش الإسرائيلي وخصوصا F-15 والF-16. بالأمس عندما استهدف الجيش الإسرائيلي القيادي أبو طالب في وهو قائد وحدة، يعني قائد لواء بالمبدأ إذا قسناها بالمنطق العسكري التقليدي، فهو قائد لواء بالمبدأ. هذا القيادي استهدف بالطائرات F-35 وليس بالطائرات F-15 او F-16 بنوع قذائف دقيقه جدا، هي الجي بي يو التي يعني نفس القذائف، حتى لا يكون المساله الكلام فقط تقني، نفس القذائف التي استخدمت في استهداف صالح العروري القيادي في حماس في بيروت. هي أسلحة دقيقة جدا ومكلفة جدا، وهذه الطائرات كانت تستخدم هذه الصواريخ من مناطق بعيدة جدا، لا يقدر هذا الصواريخ التي استخدمتها المقاومة الإسلامية اسمح لي على استهدافها. اسمح لي نشرك معنا في الحوار ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد الشحات. دكتور أحمد، هذا ما حدث في استهداف إسرائيل لعدد من عناصر المقاومة اللبنانية من خلال حزب الله، هل يمثل هذا نوع من التحول النوعي في طريقة استهداف إسرائيل لهذه الأهداف اللبنانية، ومن ثم يمكن أن تقوم إسرائيل من خلال هذه العمليات بالوصول إلى ذروة الحرب في خلال أيام قريبة، رغم أن هناك تخوف عربي ودولي من توسع رقعة الحرب؟ أولا، مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية تجاه العناصر حزب الله وقيادات حزب الله ومستمر من بداية الحرب حتى تاريخه، ولكن زيادة وتيرة الاستهدافات للأهداف الحيوية والبنية التحتية لحزب الله والأماكن والتمركزات المختلفة هو الجديد. ولكن في بداية الحرب ذكرنا أن حزب الله بدأ تدرج في استخدام السلاح المتاح لي واستخدامه بحرفية عالية، وبدأ يستهدف أعماق مختلفة في الجانب الإسرائيلي. هذا التحرك العسكري من حزب الله في المقام الأول عندما يحدث تأثيرات عميقة ويحدث إصابات مباشرة ويحدث يعني وفيات وقتل بشكل كبير جدا، وهذا الموضوع سيستفز بشكل كبير إسرائيل وستصاعد من تواجدها العسكري على الحدود ومن عملياتها العسكرية كما قال سيادة العميد من خلال F-15 و16 و35 وتوظيف كل إمكاناتها في هذا العدد. وبرغم حرص الجانبين أو عندما نتكلم سياسيا في هذا الموضوع، ردا على سؤال حضرتك، عندما نتحدث الجانبين في بداية الحرب حتى هذه اللحظة كانوا يحافظان على مستوى التصعيد طبقا لقواعد الاشتباك حتى لا يتم التجاوز والوصول لمرحلة حرب شاملة، ولكن عند قصة الاستهدافات وقصة القتلى وقصة سواء هنا أو هناك
وأهداف استراتيجية، كما سمعنا تم استهداف الاستخبارات في المنطقة الشمالية وكانت المنطقة الشمالية. هذا نهج جديد جدا سيفرض من الموقع، يعني من المتوقع أنه سيفرض رد فعل أكثر عنفا، وسمؤشرات فشل الطرفين في الحفاظ على مستوى التصعيد تسير في هذا الاتجاه، والوصول في المنظور القريب لحرب أوسع لنتمناها جميعا. سيادة العميد نضال، هل معنى هذا أن المنطقة الشمالية أو الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان مقبلة باحتمالات كبيرة على توسع الحرب؟ وهل يستطيع حزب الله أن يواجه بشكل أكبر بكثير مما نتابعه حاليا؟ نعم، بالنسبة للاحتمال توسع الحرب اليوم، هناك في النقاش الداخلي الإسرائيلي قائد المنطقة الشمالية أو قائد فرقة فيلق الشمال اللواء أوري جوردن يرفض الدخول في معركة مباشرة مع حزب الله، وهناك جبهة أخرى هي جبهة الجنوب أي جبهة غزة. يعني هو يعتقد أنه يريد أعداد أكبر وقدرات عسكرية أكبر بكثير من الأربع فرق الموجودة في الشمال لكي يقوم بأي عمل هجومي باتجاه الجنوب اللبناني. هذا من ناحية احتمال توسيع المعركة أو عدمها. هناك نقاش داخل الكيان الإسرائيلي وخصوصا في الإطار العسكري وليس فقط السياسي، يبطئ أو يبطئ القرار باتجاه الدخول المباشر في المعركة. واليوم نرى أن بنيامين نتنياهو أدخل إلى الحكومة المصغرة اليوم أعضاء غير المتطرفين الذين يقودون باتجاه الحرب باتجاه لبنان، وخصوصا أنها مغامرة كبيرة، والمخطط العسكري دائما يسعى أن يوائم ما بين الأثمان التي سيدفعها والأهداف التي سيحققها. وبالنسبة لهذه الخيارات، ما أظهره حزب الله من قوة، وخصوصا بموضوع الاستطلاع، أن يعرف أين هي مراكز المخابرات، أن يعرف أين هو المصنع المدرعات الإسرائيلية في ساسا، مصنع بلاسان. نعم. هذا المصنع هو يورد إلى الولايات المتحدة دروع يعني مصنع مؤثر جدا. نعم. اليوم قصف، ومركز المخابرات، وكذلك منطقة مقر قيادة المنطقة الشمالية في دادو وعميعان. لكن هل معنى ذلك أن حزب الله قادر على الوصول إلى العمق الإسرائيلي بشكل أكبر؟ نعم، أم هذا الوضع، أن تكثيف هذه العمليات، وأن يقوم حزب الله اليوم باستهداف أكثر من 40 مركز إسرائيلي على الحدود وحتى أعماق 35 كيلومتر، يعني أنه قادر، وهو يقول أنه لم يستخدم أكثر من 5% من طاقته القتالية، وهذا واضح من خلال مراقبتنا للأحداث، وأنا أعيش بجانب هذه الحدود على الحدود الشمالية. أنا أعيش في قرية بعيدة عن حدود فلسطين المحتلة فقط 3 كيلومتر خط نهر. لذلك أقول أن وبالمراقبة وبالمشاهدة أن قدرات حزب الله تفوق اليوم ما كانت عليه في 2006. نعم. وما كانت عليه في السابق، وقدرات حزب الله اليوم هي قدرات جيوش نظامية متمكنة قادرة، ولديها قدرة على. نعم. الدفاع وحتى على الهجوم. نعم. حتى أنني أتوقع أن كافة الوحدات القتالية التي دربت على الهجوم عند حزب الله اليوم هي تجهز بشكل دقيق ومهم جدا. ليكون السيناريو إذا بحال الجيش الإسرائيلي أقدم على. نعم. الهجوم باتجاه لبنان، هناك الوحدات. طيب. الدفاعية الموجودة أصلا، والتي استشهد قائد أحد. نعم. إحدى هذه الوحدات بالأمس أبو طالب، ستكون فقط بموقع الدفاع، ولكن هناك وحدات ستكون بموقع الهجوم. نعم. وهنا السؤال، الجبهة الشمالية بالكامل جاهزة
من جاهزه يعني مفرغه بالكامل باتجاه ومجهزه للهجوم باتجاهها، وخصوصا ان كافه التجهيزات التجسسيه الموجوده على على الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين هي قد حطمت بالكامل، وليس والقدرات الاستطلاعيه الدقيقه لحزب الله هي اهم بكثير اليوم من الاستطلاع. وهنا السؤال للدكتور أحمد شحات. دكتور أحمد، يعني بما تفسر رفض بعض القادة العسكريين الإسرائيليين لمسألة زيادة الهجمات على حزب الله، بينما يصر بعض السياسيين وبعض الوزراء على المزيد من صب الزيت على النار كما يقال، بهدف توسيع رقعة الحرب، وكذلك بالتوازي أيضا مع مسألة التعنت الإسرائيلي في الصفقة مع الجانب الفلسطيني وحركة حماس والفصائل في مسألة تبادل المحتجزين ووقف القتال. ده من وجهة نظر يعطي دلالة حقيقية بأن هناك تخبط في الإدارة الإسرائيلية لجميع المشاهد. ففكرة المتطرفين أو التيار المتطرف اليميني في الحكومة دائما يسعى للحرب وتوسعة الصراع وفكرة الدولة اليهودية وليس هناك حدود من وهذا الاتجاه. هناك بعض الأفكار وبعض يعني القيادات والوزراء الموجودين في الحكومة لديهم فكر ونهج مختلف، عدم فتح جبهات صراع مختلفة والتوجس دائما في إطار يعني إشعال الحرائق وإشعال الصراعات في مناطق مختلفة، ولا يضمنوا استمرار الدعم الأمريكي، وإلى متى سيتم الاستنزاف بهذا الشكل ويعيشوا في جو من الخوف وفي تداعيات اقتصادية وتداعيات سياسية. وبدأ هناك رفض كبير من المجتمع الدولي، وهناك إسرائيل فضحت بشكل كبير من خلال حربها في غزة بشكل كبير. الجبهة الشمالية أو اتجاه جنوب لبنان وحزب الله مختلفة تماما في إدارتها للمعركة بعكس اتجاه حركة حماس. فهو يعني هناك جماعة حزب الله له تشكيلات مختلفة ليست تقليدية في المقابل، ولكن هي عسكرية أو شبه عسكرية تسمى في الحروب، ولديه قدرة وتمويل وإمداد مستمر من الأسلحة وتطوير رؤية الحزب للحرب رؤية عميقة أكثر من طبعا فصائل فلسطين، وهناك خبرة قتالية في هذا المعنى في 2006 أكثر قدرة على التخطيط وهناك عمق جغرافي ومساحات في هذه المنطقة تسمح بالانتشار والتحرك. وهم يعني عندهم مبدأ رئيسي في الحرب هو دراسة الأرض. هذا الموضوع يعني أي قوات برية ستتدخل في العمق اللبناني من اتجاه المنطقة الشمالية أو جنوب لبنان ستلقى يعني تداعيات خطيرة، وسيكون هناك العديد من القتلى، وهناك كمائن، وهناك أسلوب بيدرس في الجامعات العسكرية. لكن إسرائيل تهدد دائما بضرب جميع المدن اللبنانية. تعلم حضرتك قدرة الطيران الإسرائيلي على استهداف لبنان، عندما يعني الطيران الإسرائيلي ربما يدمر جميع المدن بشكل للأسف سريع الشديد. عندما يعني تصبح الحرب الثالثة ضد لبنان من إسرائيل، عندما بأكد تاني عندما يعني يكون هناك عمل عسكري نتائجه بالغة وتتطلب وتفرض على إسرائيل رد فعل، سيتم استهداف وليس جنوب لبنان فقط، أهداف لحزب الله في الشمال وفي بيروت نفسها وفي أماكن أخرى. وسيتم هذا المشهد سيكون مؤشر لتوسعة الصراع بشكل كبير، وسيتم الدعم والتدخل من جهات كبيرة أو دول كبرى ستعمق من المشكلة. الحتة الأخيرة اللي عايز أكد عليها والنقطة الأخيرة، عندما تتورط إسرائيل مرة أخرى في صراع على جبهة أو عدة جبهات، بيفرض على الولايات المتحدة استمرار الدعم، وإن يعني اختلفت معها في بعض النقاط أو على الفكرة الرئيسية. دائما هذا الموضوع في التزام تاريخي، في التزام عسكري، في التزام سياسي، في اعتبارات انتخابية، في اعتبارات أيديولوجية وخلاف. طيب هنا سؤال سيادة العميد نضال، من واقع ما تقوم به إسرائيل على المناطق اللبنانية الحدودية المتاخمة، هل يريد الجانب الإسرائيلي إرسال رسائل طمأنة إلى الداخل الإسرائيلي المتأزم على مدار الشهور الماضية، ومحاولة دفعه إلى الاتحاد والاحتشاد خلف الحكومة بدلا من معارضتها أو المطالبة بإسقاطها؟ هذا جانب. الجانب الآخر، هل تبعث إسرائيل أيضا بهذا التوجه
برسائل معينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعميها وحلفائها، وربما تدفعها إلى الحرب بشكل أكبر سواء على جبهة لبنان أو على الجبهات الأخرى المتحالفة مع حزب الله؟ نعم، هناك مسألة يجب إيضاحها. عندما قلت أن الطائرات التي استهدفت القيادي البارز أبو طالب في حزب الله هي طائرات F-35، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بهذه العملية مباشرة، لأن الأسراب الموجودة في فلسطين المحتلة من هذه الطائرات هي لا زالت تحت القيادة الأمريكية وليس بتصرف الجيش الإسرائيلي كما يحلو له باستخدامها. فإن هذه الطائرات عندما استخدمت من قبل طيارين أمريكيين أولا. ثانيا، أن نعم، ما قدمته في مقدمة سؤالك أن ما يحصل على الجبهة الشمالية هو لطمأنة الجمهور الإسرائيلي خصوصا في المناطق الشمال المتواجدين. أنا نعمل ما بوسعنا لإعادتكم وإعادة إعادتكم كمهجرين إلى العمق الإسرائيلي. نعم، هذا أحد أهدافه، والأهداف الأخرى هي أهداف انتخابية. أما أن نقول أن ما فعلته إسرائيل بهذه الأيام الـ15 الأخيرة بعد ما استخدم حزب الله سلاح المضاد للطائرات المؤثر على الطائرات الـF-15 والـF-16 هو لم يقم بأي أعمال كبيرة يعني ذات أهمية، وانحصرت اشتباك بمنطقة محاذية للشريط هي لا تزيد عن 2 كيلومتر أصلا، وأي استهداف وما حصل عن استهداف لهذا القيادي فهو بطائرات مختلفة تماما لخوف الإسرائيلي من إسقاط أي طائرة. نعم. إذا ما قيمنا أو يعني قارنا ما بين الأعمال التي قامت بها الجيش الإسرائيلي اليوم في هذا التاريخ بـ13 حزيران، هو قام بقصف 9 أهداف بالطائرات من الأراضي الفلسطينية يعني على الحدود مباشرة، 9 أهداف بغالب يعني بكافتها هي في مناطق مفتوحة وليس في مناطق مبنية ولا سكنية ولا ذات أهداف ذات أهمية مهمة لحزب الله. بينما قام حزب الله اليوم باستهداف 40 هدف إسرائيلي، منها أهداف استراتيجية مهمة جدا من بدأت هذه الأعمال من مزارع شبعة التي احتلت بسنة 67 والإسرائيلي يعتبرها أنها من الجولان المحتل إلى حدود البحر. طيب يعني هنا السؤال سيادة العميد، هل ينتظر حزب الله مرحلة معينة من الحرب لكي يخوض هذه الحرب بشكل أقوى وأكبر؟ لأنه كانت هناك تقديرات إسرائيلية سابقة بأن الحزب قادر على إطلاق نحو 3000 صاروخ يوميا على إسرائيل. هل ينتظر الحزب مرحلة معينة من القتال لكي يخوضها على هذا النسق؟ لأن ما يبدو حتى الآن أنه لا يقصف الجانب الإسرائيلي كما يتصور بعض الخبراء والمحللين. نعم، الملاحظة الأساسية أن الحزب لم يقصف الأهداف كما يجب أن يقصف. المسألة هي المحافظة على قواعد الاشتباك التي ذكرها الأستاذ ضيفك الكريم. نعم. قواعد الاشتباك هي تحييد المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالجانبين. القتال اليوم هو بين عناصر حزب الله إذا اكتشفت وبين الجيش الإسرائيلي الموجود منتشر على الضفة الجنوبية من لبنان. اليوم في مرجليوت تم ضرب احد الاهداف المهمه اللي هو قائد عسكري ذات اهميه مع مرافقيه، وتفحمت سيارتهم على مدخل مستوطنه مرجليوت المسمى بالعربي هي بلده
نصفها لبناني ونصفها فلسطيني هي على حدود. هذه العمليات هي فقط بين العسكريين، أما لأن حزب الله والإسرائيلي بالضغط الأمريكي لا يريد توسعة الحرب باتجاه الشمال كما كان يحصل في السابق. أما حزب الله فهو دائما يتحاشى أن تكون الحرب حرب عميقة وشاملة لأسباب عديدة، وأهمها أن حماية هذا الشعب المتواجد في جنوب لبنان وكذلك في المناطق الأخرى. ونحن اليوم نعيش في قريبين جدا من مواقع الاشتباك ولا يعني يمكن اختصار ذلك بأن هناك ضوابط معينة تحكم حزب الله في تعامله مع الحرب. طيب دكتور أحمد، أي متى تتفلت هذه الضوابط؟ تتفلت هذه الضوابط عندما يقرر الإسرائيلي أن يقوم بعملية يعتبر هذه العملية هي كسر لقواعد الاشتباك وضرب دخول باتجاه الجانب اللبناني. فأعتقد بهذا الحجم من العمليات يكون فتح. وضحت الفكرة. وضحت الفكرة يا سيادة العميد. دكتور أحمد، هل معنى هذا أننا يمكن أن نلاحظ نوع من التوازي في المسارين اللبناني والفلسطيني؟ بمعنى آخر، هل يمكن للجانب الفلسطيني أن يستفيد من هذه التطورات الميدانية التي تحدث على جبهة الشمال؟ وكذلك هل يمكن أن نفهم أن هناك تنسيقا ما يدور بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، بمعنى أن هناك حرب في جبهة الشمال يمكن من خلالها تخفيف الضغط لتستفيد الفصائل في مرحلة الصفقة والتفاوض حاليا، وكذلك مسألة التفاوض هل يمكن أن تكون حجر عثرة بالنسبة لجانب إسرائيل يدفعها إلى تخفيف العبء على الجبهة العسكرية في الشمال؟ أولا يعني طرح حضرتك أمر يعني غير مستبعد، يعني من الممكن أن يكون هناك في تنسيق ما بين الطرفين بأن زيادة الاحتدام والصراع والتصعيد على هذه الجبهة الشمالية يعني لتعكس وضع ميداني معين لا تستطيع المقاومة في فلسطين أو في غزة على تحقيقه بشكل كبير أو بآخر. فهذا التحرك بيعطيك أيضا قناعة أمريكية إسرائيلية بأن بالسيطرة على الوضع في غزة والوصول إلى طاولة التفاوض وإنهاء الحرب حتى إن كان بشكل مؤقت ومرحلي ستنعكس بشكل كبير على الجبهتين الأخريتين اللي هم في المقام الأول جبهة حزب الله في جنوب لبنان والحوثيين على البحر الأحمر. ففكرة التحرك الأمريكي ودعم فكرة التفاوض كما ذكرنا في بداية سؤال حضرتك ستنعكس بشكل كبير جدا تلقائيا على ما يحدث في المنطقة الشمالية أو جنوب لبنان. فالطرح بتاع حضرتك طبعا احييه واؤكد عليه ان بنسبه كبيره جدا يكون هذا التوجه ويكون في تنسيق على مستوى غير معلن لتحقيق هذا الهدف. ونكرر السؤال ايضا لكن بطريقه اخرى لسياده العميد نضال، كيف يمكن الربط بين الجبهتين الفلسطينيه واللبنانيه حاليا؟ الى اي مدى يمكن ان يكون يعني شبه الاخفاق الاسرائيلي حتى الان في إنهاء الصدام مع حزب الله مرتبط بشكل أكبر وبصورة أخرى في إخفاق آخر في التعامل مع المفاوضات مع الجانب الفلسطيني؟ وإن كان ما يقال حتى الآن هو أن إسرائيل لم تعلن موقفها الرسمي والنهائي من مسألة صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار. أولا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، أن هناك غرفة عمليات مشتركة ما بين الفصائل الفلسطينية وحزب الله في موجودة في لبنان، وهذا ليس سرا والإسرائيلي ذكر هذا الموضوع أكثر من مرة. نعم ينسق كافة التفاصيل التفاوض والجبهات، وكنا كمراقبين عسكريين والظاهر أنك لم تعرف يعني وظيفتي. أنا سابقا كنت عميد ركن في الجيش اللبناني وأنا أعرف كيف كانت كمراقب عسكري كيف كانت يعني حيثيات الجبهة، كانت متناغمة جدا ما بين جبهة غزة وجبهة لبنان، وكانت تعزف كما كسمفونية عندما يزيد الضغط على الجبهة الجنوبية كانت الجبهة الشمالية
يضغط حزب الله من الجبهة الشمالية. نعم. كذلك هذا الموضوع سيستفيد منه من خلال المفاوضات، ودائما التفاوض كان مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، من قبل الامريكيين والوفود الغربيه كانت يعني ما اخذوه من 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 فكره التفاوض انه لا يمكن التفاوض، وهذا رد كان رسمي من الجانب اللبناني، لا يمكن التفاوض على مساله حزب الله اذا لم تتوقف الحرب في غزه. عندما تنتهون من غزة تعالوا لنتفق. ولذلك كان تصريح بنيامين نتنياهو دائما يقول سنعيد الأمن إلى الشمال إذا لم يكن بالعملية السياسية فبالعسكرية. فهو دائما يطرح العملية الدبلوماسية قبل العسكرية من خلال النصائح الأمريكية ومن خلال الضغط الأمريكي تسخير الدبلوماسية الأمريكية والغربية في هذا الاتجاه. فالرئيس بيري بالأمس كان له تصريح مهم جدا، أن بما أن أصبح الجو لنا، يعني يقصد بامتلاك حزب الله لصواريخ مضادة للطائرات، فنحن لن يهول علينا أحد في المفاوضات. وهذا التصريح كان أمام الصحافة اللبنانية لتصل إلى مسامع السفارة الأمريكية. نعم، هناك تنسيق واضح من خلال بموضوع التفاوض وبموضوع الجهد العسكري، يعني بالجهدين الدبلوماسي والعسكري هناك تنسيق بين حماس وحزب الله وباقي الفصائل الفلسطينية، كذلك مع اليمني، كذلك مع العراقي بعض. طيب لو سمحت لي وبشكل مختصر لأن الوقت يدهمنا، الآن من واقع هذا التنسيق بين الجانبين الفلسطيني واللبناني، ما الذي على الجانب الفلسطيني فعله؟ هل يمكن أن يستفيد من المقترح الأمريكي الأخير حتى وإن أجرى فيه بعض التعديلات؟ هل يمكن أن يزيد ضغوطه على الجانب الإسرائيلي الآخر؟ هل يمكن أن يضفي مزيد من التعديلات والمطالب وهكذا؟ أخي الكريم، هناك عقدة مهمة جدا في مسألة التفاوض مع حماس. لو حققت كافة مطالبها حماس، إن لم يتعهد الأمريكي والإسرائيلي بوقف الحرب، فهو لا يمتلك حماس أو الفصائل الفلسطينية في غزة لا تمتلك سوى هذا الأسرى، يعني هذا ملف الأسرى الإسرائيليين في لدى حماس والجهاد الإسلامي. نعم. لم يمتلكون إلا هذه الورقة. هل من المنطق والمعقول أن يعني يدخلوا هذه الورقة في متاهات لا تحقق مطلبهم الأساسي؟ أعتقد أن المسألة، وخصوصا أن الأمريكي يدور حول موضوع من سيحكم غزة في اليوم التالي، وهذا الموضوع اليوم أرى أن هناك ضغوطات أمريكية كبيرة على بعض الدول العربية وخصوصا التي تقوم بالوساطة والتفاوض على قبول حماس لهذه الورقة. نعم، حبت حماس بقرار مجلس الأمن. نعم، اتضحت الفكرة. نعم، هناك مسألة مهمة جدا، مسألتين مهمة جدا، هي وقف الحرب، وقف الأعمال القتالية، وقف الحرب بشكل دائم، وكذلك هناك مسألة من سيحكم. اتضحت الفكرة تمام. نعم سيادة العميد، دكتور أحمد، في هذه الجزئية ما هي هوامش التحرك بالنسبة للجانب الفلسطيني؟ وهل ترى أن تصريحات بلينكين وسوليفان أوجدت حالة من الإحراج الكبير بالنسبة للإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي أيضا؟ هي أثبتت جانب كلنا نعلمه، أو تأكد أن الجانب الأمريكي ليس الوسيط النزيه. يعني عندما تتخبط الإدارة حتى في تصريحاتها وتصبح هناك بعض الأفكار الخبيثة ومتوائمة بشكل كبير مع الجانب الإسرائيلي، بطبيعة الحال وضعت أمريكا وضعها في معادلة الصراع كما بدأت الحرب حتى الآن بكافة آلياتها سواء العسكرية أو دعمها السياسي لإسرائيل. فهذا المناخ يعني لا يحقق حسن النوايا في التعامل، وده اللي بيفرض على
حماس فرض تعديلات معينة لتحقيق الضمانة لعدم العودة مرة أخرى للحرب بعد انتهاء الحرب أو تسليم الورقة الأخيرة الضاغطة كما ذكر العميد طلال فاز. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أحمد الشحات خبير الأمن الإقليمي والدولي. شكرا لك. أشكرك. وكل الشكر أيضا لضيفنا من بيروت سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك سيادة العميد. ومشاهدينا نشكركم لمتابعة هذه التغطية. تحياتي وإلى اللقاء.